صباح الفل والسعادة على كل مشاهدين حدوتة وطن، أهلا بيكم في حلقتنا النهاردة. النهاردة حلقتنا عن الإبداع. الإبداع إنجاز كبير قوي بنقدمه ونتقنه ونفننه. كل واحد مننا جواه إبداع، جواه حاجة لو أنت ما اكتشفتهاش في غيرك بيكتشفها، بيجي الوقت يكتشفها. كلنا عندنا حاجات بأشياء مختلفة. النهاردة في حلقتنا حلقة أنت مبدع، وتعالوا بقى مع بعض نبتدي حلقتنا مع أول مبدع. اللي مشرفني النهاردة محمد عادل الأمير المنشد الديني. أهلا بك يا محمد، اهلا بحضرتك، منورني. منورك والله. أنا عايزك بس في الأول كده مفيش أي خجل خالص لا لا والدنيا زي الفل. تمام طبعا انت سمعنا صوتك، بس كنت عايزك ان في شاء الله. الأول تقول لي انت عندك كام سنة الأول كده؟ انا عندي 17 سنة، ما شاء الله. بدأت بقى الإنشاد الديني من امتى؟ يعني من حوالي سنة كده. سنة. يعني ده وانت صغير كنت، يعني الموضوع ده جه بعد من سنة، ولا كنت لو انت صغير برضو كان عندك لسه الموهبة؟ لا انا كنت حابب الطريق ده من وانا صغير، يعني انا مثلا كنت عندنا مسجد في البيت، وانا يعني ايه من عمر مثلا 15 سنة كده بدأت اصلي بالناس، بدأت ان انا ادخل في المجال ده، بدأت ان انا اتعلق بالقرآن والانشاد والطريق ده يعني، فحبيت يعني الانشاد وحبيت ان انا اكمل فيه. مين بقى كان مثلك الأعلى اللي عجبك أوي في مجال الإنشاد الديني؟ هو يعني في طبعا الشيخ محمود التهامي، في الاستاذ مصطفى عاطف، في ناس كتير يعني في الانشاد مصر يعني ما لنا يعني. طب يلا بقى بينا، عايزين نسمع حاجة بقى منك. تمام يلا المايك بقى معاك. ماشي. الله 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 على نور رسول الله، الله 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 على نور رسول الله. سيدنا النبي حنين سهل كده ولين، سيدنا النبي حنين سهل كده ولين، بين يا زين بين حسن رسول الله. الله 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 على نور رسول الله. طه ده نور على نور، مدح فرح وسرور. طه ده نور على نور، مدح فرح وسرور. ويا رب يا رب نزور سيدنا رسول الله. الله 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 على نور رسول الله. انتهى شوف عيدي واحضن يدوب ايدي، انتهى شوف عيدي واحضن ايدوب ايدي، واقول له بحبك سيدي، وليلتي احيا معاه. الله 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 على نور رسول الله. الله، برافو 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 يا محمد، برافو. شكرا. بجد صوتك جميل، صوتك ذهبي، يخلي صوتك نقي. أكيد ألف طبعا شكر. بتتدرب على فترات. أيوة طبعا، يعني لازم في تدريب يعني عشان قولي صوت بقى، يعني عالي. أنت دلوقتي إيه اللي في خطتك دلوقتي؟ عايز تبقى إيه؟ هدفك إيه؟ هو أنا اللي نفسي فيه أوي يعني إن هو نأذن في الحرم. الأذان في الحرم ده هدفي يعني الوحيد اللي أنا ما شاء بسعى ليه. الله ما شاء الله، إن شاء الله ربنا يحقق لك أمنيتك. ربنا يخليك. يا رب يا رب. وطبعا انت لسه بقى نفسك تخش كلية ايه طيب؟ انا يعني مش تجارة ان شاء الله ان شاء الله تجارة. بإذن الله. بدل انت حابب في حاجة تانية، يعني مش هيبقى انا هدفك. نفسي يعني ان شاء الله اكمل في طريق الانشاد، وده يعني ان شاء هدفي الله يعني بجد، ان بإذن شاء الله. الله ان شاء الله. في مجموعات بتعمل زي فرق اللي هي زي صوفية مثلا، مجموعة مع بعض، ايه رأيك في الموضوع ده؟ عادي، هو كله انشاد، هو كل واحد بيقدمه بطريقة شكل،
في اللي بيقدمه بطريقة إنشاد يعني مثلا فرق، وفي اللي بيقدمه فردي، يعني كل واحد ليه وجهة نظر وليه طريقة وليه يعني انت نظام شايف يعني. الفرق بتنجح اكتر عشان يقدروا يعملوا حفلات وينتشروا اكتر؟ الفرق طبعا بتبقى مشهورة اكتر يعني، لها في المجال اكتر يعني، يعني لو وبتسافر جات لك وهنا وهنا. فرصة ان انتوا تكونوا فرقة مع مجموعة تانية معاك وانت تبقى مع القائد بتاعهم. هذا مفيش مشكلة. طب معاك حاجة تانية تسمحها لنا؟ تمام ماشي. ماشي. وأجمل منك لن ترى قط عين، وأطيب منك لن تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. قمر سيدنا النبي قمر، وجميل 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 سيدنا النبي وجميل، وكف المصطفى كالورد نادي الله الله، وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله، وكف المصطفى كالورد نادي الله الله، وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله، وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد. حبيب الله يا خير البرايا، قمر 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 سيدنا النبي قمر. الله 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 الله، ما شاء الله، بجد عليك ما شاء ربنا الله ما يخليك. شاء الله. يعني انت يعني مش في حقيقي، بجد انا مش بكذب عليك، انت من اجمل الاصوات اللي سمعتها، ربنا يخليك. وكمان انت بتطور من نفسك. انا شفت لك اللي كان مقطع فيديو على صفحات السوشيال ميديا. ما هو انا بدات بقى، ما كانش معايا لا معدات ولا كاميرات ولا كان معايا حاجه يعني، فبدات ان انا اطلع يعني بره الجو ده شويه، وادخل بقى اللي هو في استوديوهات، اروح اسجل في استوديو وكده، فبدات ان انا يعني ايه حلوة الفكرة. بدل يعني وبتعمل برضو انتشار. ايوه، بحاول ان الصوت يعني يوصل للناس، فيديوهات توصل للناس يعني، وهكذا. لان الشهرة يعني ايه، الفيديوهات اللي انا كنت بعملها الاولانية يعني ما كانتش برضو بالجودة، لان ما كانش معايا معدات. صح. فلذلك بقى ما بدأت اعمل فيديو في استوديوهات وكده، بدأت ان انا ايه اشير بقى الفيديو وكده. ربنا يوفقك يا رب ربنا يا رب يا يخليك. رب. تحب بقى قبل ما نطلع للفقرة التانية تحب تختم لنا بإيه؟ معاك؟ بالقرآن. ماشي اتفضل. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا،
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله. أنا بشكرك جدا جدا ونورتني في حديقة وطن. بإذن الله نتقابل في لقاءات تانية وأشوفك في أماكن أكبر وفي كل مكانة كبيرة بإذن الله. ربنا يوفقك في كل مشوارك الجاي. ربنا يخليك. بشكرك يا محمد، نورتني. نورك الله.